بالرغم من غياب الدراسات العلمية حول الوضعية الوبائية الحقيقية في الجزائر، إلا أن الأطباء يؤكدون تراجعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19 وطلبات التشخيص على الوباء. الحالات المعقدة ولا الحالات التي تستدعي استشفاء، شيء اللي لاحظناه كأطباء وشيء اللي وصلنا من الزملاء والزميلات يعملوا في عدد الولايات مختلف المؤسسات الصحية، أنه الحالات المعقدة اللي تستدعي أنها تدخل المستشفى قلت، يعني نقصت. هذا شيء هذا ما يعنيش انه يعني الوباء اختفى، هذا يعني انه فيه حالات باعراض خفيفه موجوده وموجوده بكثره حولنا، وهذا يخلي الناس اولا ما تتنقلش للفحص. وفيه دراسه اخرى حتى في بلدان يعني في الخارج تتكلم على انه الحده نتاع الاعراض نتاع المرض نقصت بسبب ممكن تغيرات طرات على هذا الفيروس، ولكن هذه تاكدها الدراسات المخبريه الفيرولوجيه، ما نقدروش يعني نتكلموا فيها يعني اون با فيرمي. رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لا يستبعد إمكانية عودة الفيروس تزامناً مع الدخول الاجتماعي مثل ما هو حال بعض الدول المجاورة. يعني في بلدان جوار كما المغرب مثلاً وبلدان قريبة لنا وعندنا علاقة معها، يعني عندنا علاقة من باب أنه فيه يعني جالية جزائرية كبيرة موجودة في فرنسا، موجودة في إيطاليا، في إسبانيا، وشايفين باللي في هذه البلدان يعني فيه في أنحاء عديدة من هذه البلدان فيه عودة قوية للفيروس، راح يكون فيه دخول اجتماعي قوي يعني شهر نهاية شهر سبتمبر بداية شهر أكتوبر. ممكن لازم نصبروا لهذاك الوقت باش نشوفوا الى كان الوضعيه الوبائيه حقيقه استقرت، والى كان الوضع الوبائي هذا راه في يعني في نهايته. الى غايه ان يجد العالم حلا لكوفيد-19، يبقى المواطن مطالبا بالالتزام بشروط الوقايه، احترام مسافه التباعد، غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامه.